هلا كل الأمثلة اللي أخذناها اللي هو السيزر والأفاين بسموهم عندنا مونو ألفابيتيك سايفر، بحيث إنه كل حرف موجود عندي ببدله بحرف واحد بس. يعني مثلا حرف ال A لما أجي أعمله إنكريبشن، إذا عملت إنكريبشن بحرف ال D، دايما حرف ال A بعمله إنكريبشن عندي بحرف ال D. إذا حرف ال B مثلا عملت إنكريبشن بحرف ال R، دايما حرف ال B راح أعمله إنكريبشن بحرف ال R. هلا عدد الكي، الكي سبيس، عندي عدد الكي سبيس حسب الالجوريثم ممكن استخدمه، انسو سيزر، بس بشكل عام هو كتير كبير، تقريبا فيكتوريا ل 26. من وين اجت الفيكتوريا ل 26؟ هلا انا عندي حرف ال A مثلا، لو اجي اعمل عملية انكريبشن ممكن اعمل انكريبشن بال A بال B بال C بال D بال E الى حد ما اوصل عندي حرف ال Z، فعندي 26 احتمال. حرف ال B لما بدي اجي اعمل عملية انكريبشن في عندي 25 احتمال، لان الحرف اللي راح اخذه لل A ما بقدر اخذه لل B، في عندي هنا 25 احتمال. لو يجي لحرف ال C مثلا راح يكون عبارة عن 24 احتمال والى اخره. عدد الاحتمالات المختلفة عبارة عن 26 فاكتوريال 26 اللي هي بتطلع تقريبا 2 أس 88، وهذا عدد كبير، يعني مش سهل انترودر يجرب كل الاحتمالات المختلفة. طب هل هذا معناه انه هدول الالجوريثم سكيور مثلا بشكل عام المونو الفابيتك؟ لا، لانه انا في عندي نوع تاني من الاتاكس غير البروت فورس. البروت فورس اتاك نجرب كل الاحتمالات المختلفه، في عندنا نوع تاني من الاتاك اللي هو بيسموه عندي الفريكوانسي اناليسز. الفريكوانسي اناليسز بالعاده بيقول لك مثلا باللغه الانجليزيه في عندي احرف معينه بتتكرر كتير عندي، مثلا زي حرف الاي مثلا، حرف اليو من الاحرف اللي كتير بتتكرر عندي باي نص. اما مثلا عندي حرف الزد، حرف الاكس مثلا، او حرف الفي، من الاحرف اللي ما بتتكرر كتير. طب هذا كيف ممكن يستفيدوا منه؟ افترض انا في عندي نص، هذا النص مثلا، من خلال هذا النص بشوفوا ايش الاحرف اللي تكررت كتير. يعني مثلا انا عندي هون بهذا النص مثلا انا في عندي حرف اليو مثلا، عندي هون تكرر كتير حرف اليو، او مثلا عندي حرف السي كتير تكرر، بقدر استنتج انه هذا الحرف مثلا حرف السي مثلا هو بالاساس ممكن يكون حرف الاي او حرف الاي، مستحيل حرف السي يكون عباره عن حرف الاكس او يكون عباره عن حرف الفي او يكون عباره عن حرف الزد. فمن خلال الفريكوانسي اناليسيس بشوف ايش اكثر احرف اتكررت عندي بالسايفر تكست، وباجي بعكسها عندي على الفريكوانسي اناليسيس عندي باللغه الانجليزيه، وبحاول اعمل ماتش او اعمل مابينج ما بين هذه الاحرف والاحرف الاساسيه. بهذه الحاله بنقدر نعمل عمليات شويه اناليسيس، بنقدر نفك النص اللي موجود. طب ايش الحل للمونو الفابيتيك؟ بقول لك انه الحرف الواحد، انه بدل ما اجي اشفر حرف حرف، خليني اصير اشفر عندي حرفين حرفين، بحيث مثلا حرف الاي مش دائما يكون صورته على سبيل المثال حرف الار، ممكن مرة حرف ال A يكون صورته حرف ال R، ومرة تانية يكون صورته مثلا حرف ال M. مثال على هذا الالجوريثم أو هاي الطريقة في عندي اللي هو عبارة عن البلاي فير. فكرة البلاي فير بسيطة، هلا البلاي فير بيشفر عندي حرفين حرفين بيشفرهم مع بعض. هلا البلاي فير بيعتمد على تكوين جدول، في عندي هذا الجدول، بيعتمد على تكوين الجدول. هلا قديش السايز تبع الجدول؟ بيعتمد على حسب الدومين. افترض انا الاحرف اللي انا بدي اشفرها اي كلمه بتجيني هي عباره عن احرف باللغه الانجليزيه، فاذا عندي 26 حرف الجدول تبعي لازم يكون مربع، 3 ب 3، 4 ب 4، 5 ب 5، 6 ب 6. بما انه عندي 26 حرف فاقرب شيء له عباره عن 5 ب 5، بوسع عندي 25 حرف. طب انا عندي 26 حرف فراحوا دمجوا الاي والجي مع بعض، ليش هدول الحرفين؟ ما في سبب معين، ممكن ادمج اي حرفين تانيين مع بعض. طبعا هون دمجنا لانه انا عندي عدد الاحرف 26 وبدي احطهم داخل جدول عباره عن 25. اذا انا الدومين تبعي بيتكون من احرف عددها 9 مثلا، بهذه الحاله ما في ادمج، اذا عندي ما في داعي اني ادمج. اذا كانوا 16 برضه ما في داعي اني ادمج. طيب زي ما حكيت قبل شوي عمليه الانكريبشن بتعتمد على هذا الجدول. طيب كيف بدي اكون هذا الجدول؟ بيعتمد على الكي. افترض انا عندي الكي عباره عن كلمه هلو، فايش باجي بعمل؟ بكتب الكي في البداية التكرار بشيله، فحيكون عندي H E L O. بعدها بصير أكمل الأحرف كاملة، بس ما أكرر الإشي اللي أوريدي حاططه من الأول، فعندي A B C D، الـ E أوريدي موجودة ما في داعي، هي عندي F G، الـ H موجودة ما في داعي أحطها، عندي الـ I والـ J، بعدين K الـ L موجودة ما في داعي أكررها، M N الـ O موجودة ما في داعي أكررها، P
QRSTUVWXYZ. فكده بحط الكيورد وبعدين بكمل عندي الأحرف كاملة لحد ما أوصل عندي للزد. طبعا هذا الجدول الوحيد اللي بيقدر يكونه اللي عنده الكيورد اللي عنده الكي، اللي هو الشخص اللي بيقدر يفك التشفير، هو الشخص اللي بيقدر يشفر اللي عنده الكي. هلا كيف بدنا نستخدم هذا الجدول بعمليات التشفير؟ افترضوا مثلا على سبيل المثال بدي اجي اشفر مثلا عندي كلمة خلينا نشوف عندي هون مثلا مثال، بدنا نشفر كلمة university مثلا. أول حرفين موجودين عندي هم عبارة عن الـ U والـ N. نرجع للجدول نشوف الـ U والـ N. هاي أنا عندي هون حرف الـ U، هاي حرف الـ U موجود عندي هون، وحرف الـ N موجود عندي هون. أنا في عندي ثلاث احتمالات مختلفة، يا إما إنهم هدول يكونوا بنفس السطر، يا إما بنفس العمود، يا إما بسطر وعمود مختلفين. هذا المثال عندي بسطر وعمود مختلفين، فباجي بتشوف تقاطع الـ U والـ N، بتقاطعوا في مكانين، بتقاطع أنا عندي هون وبتقاطع عندي هون. طب إيش بدي آخذ الأول؟ هلا أنا عندي كلمة بدي أشفرها كلمة university، هي عندي university اللي بدي أجي أشفرها. أول إشي عندي الـ U بعدين الـ N، فراح آخذ الصف تبع الـ U والعمود تبع الـ N راح يعطيني عبارة عن T، بعدين بأخذ الصف تبع الـ N والعمود تبع الـ U راح يعطيني عبارة عن حرف الـ P. طب ناخذ الحرفين اللي بعدهم الـ I والـ V، هي عندي هون الـ I والـ V، أوكي دول موجودين عندي بنفس الصف، شو بعمل؟ بأخذ الحرف اللي تحته مباشرة، فراح يعطيني Q، الحرف اللي تحت الـ V حتكون سايكل فراح تعطيني الـ H. بعدها عندي الـ E والـ R، الـ E والـ R برضو موجودين بنفس العمود فراح يعطيني الـ C و W، بأخذ إشي اللي تحته مباشرة. الـ S والـ I، الـ S والـ I موجودين بالسطر وعمود مختلفين، بأخذ الصف تبع الـ S والعمود تبع الـ I راح يعطيني Q، بعدين الصف تبع الـ I والعمود تبع الـ S راح يعطيني M. آخر إشي الـ T والـ Y موجودين بنفس العمود راح يعطيني Y O O. إذا هون هذا راح يكون عبارة عن تشفير كلمة university. إذا كانوا بنفس العمود بأخذ الحرف اللي تحته، إذا كانوا بنفس الصف بأخذ اللي على اليمين، إذا كانوا بعمود وصف مختلفين بأخذ تقاطع الصف مع العمود. هلا ممكن يجيني شوية exceptions. افترضوا بدي اجي اسفر عندي كلمة car، انا باخذ حرفين حرفين، هلا كلمة car ال C وال A، اي ال C وال A بعطيني G و E، G و E. هلا عندي ال R عبارة عن حرف واحد، ما بينفع اسفر عندي حرف واحد، فبالعادة بنضيف عندي حرف واحد عشان نعملها على شكل زوجي، فخلينا نضيف حرف ال X. دائما خلينا نختار حرف الاكس، ما في سبب معين اخترنا حرف الاكس، بس يعني خلاص خلينا دائما نضيف حرف الاكس. فعندي الار والاكس، الار والاكس راح يعطيني اس ودبليو، اس ودبليو. فاذا هذه واحده من الحالات انه ممكن يكون عندي عباره عن عدد زوجي فردي، فلازم اعملها زوجي، عشان اعملها زوجي بدي اضيف عندي حرف زياده. في عندي حاله ثانيه، افترض اجاني بدي اشفر عندي كلمه بول، هلا البي والاي، البي والA راح يعطيني G و H، G و H. هلا بعدها بيجي G و H، بعدها في عندي L و L. هلا L و L هو عبارة عن نفس السيلز، كيف بدي أجي أشفرها؟ فبرضو بدي أفصل بيناتهم، فإيش بفصل بيناتهم؟ بحرف ال X، فراح أحط عندي هون حرف ال X. ال X الاكس راح يعطيني عبارة عن دي او ال. طب ال الثانية ضلت لوحدها، برضو بدي عشان اعملها زوجي بدي اضيف كمان اكس، فراح يعطيني عبارة عن دي او ال. فهذه طريقة التشفير موجود عندي في البلاي فير. فك التشفير اعمل عمل فك التشفير، اذا كانوا بنفس العمود بدي اخذ الحرف اللي فوقه، اذا كانوا بنفس الصف بدي اخذ اللي على الشمال، اذا كانوا بعمود وصف مختلفين نفس طريقة التشفير، باخذ تقاطع الصف مع العمود، الحرف الأول باخذ الصف لإله والعمود تبع الحرف الثاني، بعدين باخذ الصف تبع الحرف الثاني والعمود تبع الحرف الأول. يعني مثلا
عندي T وال P مثلاً، بدي أجي أفك تشفيرها، هاي T وال P راح يعطيني U و N، وبنفس الطريقة ممكن أفك تشفير كل الأحرف الثانية. فزي ما شايفين عندي هون مثلاً، عندي كلمة University مثلاً، من الأحرف اللي تكررت مثلاً، في عندي حرف الـ I يتكرر، أو حرف الـ O، خلينا ناخذ حرف الـ O مثلاً، في عندي حرف الـ O تكرر، الـ O موجود عندي هون وموجود أنا عندي هون. أول مرة حرف الـ O كان عبارة عن حرف الـ F، هاي حرف الـ F، وتاني تاني واحد حرف الـ O كان عبارة عن حرف الـ N. فهنا حلينا مشكلة الـ Frequency Analysis. بدل ما كان دائما حرف الـ O يعطيني صورة واحدة، لأني بسفر حرفين حرفين، فكل مرة صار يعطيني إشي مختلف على حسب إيش الحرف الثاني اللي بيجي معه.